السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن، المغاربة الحرار اللي ما يفوتوا عار. لكن هذه واحد الحكاية يا سادات من حكاية الزمان اللي كنا فيها باش نكملوا الحلقة الزوجة. هنا السيد اشتغل، قالوا له يا سيدي احنا غادي نخدموا لك البلاد، انت راك فقيه وراك تصلي بينا، احنا نخدموا لك البلاد ونديروا لك الحاسي. قال لهم اودي راكو غالطين يا سادات. قالوا له والو، ناضوا حفروا له الحاسي، جبدوا الماء، داروا له الموتور. ملي داروا له الموتور قالوا له ودي خصك دير الفلاحه. اودي قال لهم انا الفلاحه ما نقدرش نخدم، انا راكو تشوفوا امام وكنصلي بالجماعه وما نقدرش نخدم هذه الخدمه. قالوا له اسمع يا سيدي، احنا غادي نقابلوا لك، انت ما تهمك حتى حاجه. كيفاش احنا نقابلوا لك انت ما تهمك حتى حاجه؟ قال لهم صحه. داروا له بالفعل، داروا له يا سيدي التفاح، داروا له البنان، داروا له الخيرات نتاع سيدي ربي، الخوخ الصفرجل، ولات هذيك الجرده سبحان ربي واش تخلق فيها، ولات يعني بالطيور تغرد على الانواع، ولا شجار العام الاول العام الثاني العام الثالث عطات الغله ديالها تبارك الله. ملي عطات الغله ديالها شتا دار هاد السيد؟ واحد اليوم من الايام الله ولا يسمح في الصلاه وتملكوا هاد العرسان. واحد النهار ما صلاش بهم الظهر، جاو الغاول وقالوا والو الفقيه ايه انت راك ما صليتش بين الظهور. قال لهم اودي سمحوا لي كان عندي غرض وصحه. قالوا له تعلمنا وتخلي واحد الانسان اللي يكون مكلف موراك. قال لهم عندكم الحق، درتها خاطر. شويه شويه ولا يعني وجدت الغله نتاع هذيك الاشجار، ولا يبيع التفاح ديالها، يبيع البعويده نتاعها، الخوخ ديالها، ولا هادشي يعني خير نتاع الله. شويه قال لهم الجماعه، قالوا له نعم. قال لهم اودي دبروا على واحد الفقيه. علاش؟ انا ما نقدرش نخدم. علاش اسيدي؟ قال لهم انا جاب لي رب العالمين هاد الخيرات نتاع الله، ما نقدرش نخدم. ما تخدمش ايه؟ وقالوا له الشريف، حنا رحنا درنا لك هاد الشيء باش غادي تعيش به، ولكن غادي تكون بينا، حنا ما عندناش فقيه اللي غادي نديروه يعني عادي يصلي بينا من غيرك شحال من سنه. هذا زيروا عليه، خينا ما بقاش دايها في هادوك الشيء. لا اش تبقى داير؟ ولا يصلي بهم. واحد النهار قال لهم اسمحوا لي انا غادي ندبر عليكم على فقيه. تدبرنا فقيه واه علاش؟ قال لهم اودي انا غادي نسافر. شوف بقى يلعب معاهم للوات. قالوا له صح، دبر لهم واحد الفقيه بقى يصلي بهم. خينا بقى مقابل الجرده، الغابة الفيرمان تاعو الخير فاض عليه، وهما يلغاو لذاك مول البلاد. قالوا له روح اس، هاد الخدمة كل شي درتها لنا نتايا، علاش؟ قالوا له حنا الفقيه كان يصلي بينا وفرحان بينا وفرحانين به، لكن ملي درت لنا هاد الخدمة الفقيه سمح فينا. وكي غادي ندير؟ قالوا خصك تقلع له البلاد. نقلع له البلاد؟ قال لهم واخا هادي راي. جا عنده قال له سي الفقيه. قال له نعم. قال له خويا هذيك البلاد مالها؟ قال له خويا غادي تخليها لي. كيفاش نخليها لك؟ قال له البلاد راها ديالي وفيها الوراثه، غادي تنجم تسمح لي. قال له ما نقدرش، انت كتبتها لي باسم العدول وانا غادي نسمح فيها؟ قال له ما نقدرش. قال له تعطيني البلاد ديالي؟ قال له ما نقدرش. ياك واه، ناض مشى للعدول. لما مشى للعدول ودور فيه العدل قال له يا سيدي واش تبغيت؟ قال له يا سيدي
أنا هاد السيد عطيتو البلاد واحد التاريخ، كانت البلاد غير بورية، لكن درنا معه واحد الشرط، يصلي بينا، يقرينا الأولاد، يديرنا هذا، ولكن دروك يا سيدي بحال اللي بغى يسمح فينا. يسمح فيكم؟ إيه. علاش؟ قال البلاد خدمناها له، ودرنا له فيها الأشجار، درنا له فيها تفاح، درنا له فيها بوعويدة، درنا فيها خوخ، والسيد بغى يسمح فينا. روح الفقيه، إيه. إوا أنت يا هاد الناس راهم داروا معاك، لكن علاش غادي تسمح فيهم؟ قال له يا سيدي أنا البلاد شاريها عليهم. شاريها عليهم؟ قالوا له ما تحشمش تكذب. علاش؟ السيد هدالك البلاد رحنا حاضرين، وانت تقول لهم شريتها عليهم، هذا راه كذوب. كيفاش غادي نديروا معاه؟ قال نقلعوا له البلاد. نقلعوا له البلاد؟ قال واه. قال صحة. راح مزايدين يا سادات يا كرام، ناضوا قلعوا له هذيك البلاد، وخلوه يعني، وبالتالي رفد البز دياله واخوه البلاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى، تحية للمغاربة الحرار اللي ما يفوتوا عار، وهذا الفيديو كنهديه لكم مدينة إسبانيا. ورحنا الحمد لله عند الحباب وعند الأصدقاء وعند العائلة، رحنا محوسين، وتحية للمغاربة وناس الغربة، والشيخ الله اللي يهديكم هذا الفيديو. السلام عليكم، حكايتنا مشات مع الواد، لكن احنا بقينا معكم يا الناس الجواد.